الرابعة مساء إلى الحياة فهم. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة النقل تؤكد استئناف نشاط نقل الفوسفات عبر السكة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وذلك منذ ليلة أمس الجمعة 28 من أكتوبر الجارية بعد توقف دام لمدة قرابة أشهر. وفي سياق آخر، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال لقاء جمعه أمس الجمعة بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن رغبة تونس في الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال ترأس المال والمخاطر، وأكد وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الاقتصاد والتخطيط مواصلة التعاون فيما يتعلق بالإحاطة وبدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ببرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا الاتجاه. ومن جهة أخرى، أبرز سعيد في هذا السياق ما حققه الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات من نتائج إيجابية ومتميزة على امتداد 10 سنوات منذ نشاطه والرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة. كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى برامج التعاون المالي لسنة 23 و2000 الذي سيشمل جملة من المجالات، ومنها بالخصوص المجال الاجتماعي ودعم القطاع الخاص لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المجتمع المدني، هذا فضلا عن المجال الأمني. وفي سياق آخر، أقدم أحد المواطنين صباح اليوم السبت على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا، وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن فريقا من الحماية وشاحنة إطفاء توجهت إلى مكان صباح اليوم بعد تلقيها إشعار من السلطة الأمنية بتعمد أحد المواطنين إضرام النار بجسده قرب مبيت 2 مارس للفتيات وعلى مستوى شارع الاستقلال. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.